السلام عليكم. نعم معكم محمد، تفضلوا. الله يبارك فيكم ومشكورين بنك سحار. سيف انت خليك تحلم بجازة احلامك، اما انا فرايح احققها. كيف كذاك؟ طحت على كنز؟ الموضوع سهل، فتحت حسابي بنك سحار حطيت فيه 100 ريال حتى اقدر ادخل سحوباتهم. اسمع انت، استغفر الله، دوم انخدش لي سيارتي كذاك. السلام عليكم. ايوه انا زينب، معقوله اني فزت في السحب الخاص بالنساء؟ الحمد لله الحمد لله، شكرا لكم بنك صحار، اخيرا اقدر اشتري السياره اللي كنت احلم فيها طول عمري. خير، ايش صاير معكم يا ابو عيسى؟ ولد عيسى فاز في السحوبات الخاصة بالأطفال في برنامج المميز للإدخار من بنك صحار. إيش؟ حتى عيسو فاز مع برنامج المميز للإدخار؟ ومع أكثر من 1500 فائز هذه السنة، الكل ممكن يفوز مع برنامج المميز للإدخار. سيف وين رايح؟ فاتنا كثير، خليني أسير أفتح حسابات في بنك صحار لي ولعائلتي، ويمكن يكون لنا نصيب مثل الباقين ونفوز مع سحوبات كل ساعة، وسحوبات الأطفال والسحوبات العامة وسحوبات الفروع المضمونة وسحوبات النساء، بالإضافة إلى السحوبات الخاصة.